بداية، التوتر والقلق قد ينهك جسدك، وذلك طبعا نسمع الكثير من النصائح لبعض الناس الذين يجهلون معناها لهذه الكلمة. في بحث نشر على موقع Medical News Today حول أضرار القلق والتوتر، لتكون النتيجة أن القلق يعتبر اضطرابا قد يسبب الخوف والعصبية، بالتالي هذا الخوف سيؤثر على مشاعر الإنسان اليومية. هذا التوتر على المدى البعيد أيضاً قد يؤدي إلى الإصابة ببعض الأمراض المزمنة. التنفس السريع أو خفقان القلب أعراض قد تصيبك عند الشعور بالتوتر. اليوم سنتعرف على التفكير العكسي والذي سيجعل من هذه الأعراض شيئاً إيجابياً، وكيف سنستفيد من هذا التوتر بطريقة إيجابية قبل أن يقضي على صحة أجسادنا. لنتحدث عن هذا الموضوع معنا مدربة الصحة عهد السوداني. صباح الخير لك يا عهد. صباح الخير، كيف حالك؟ أهلا وسهلا فيك يا عهد. يمكن أصعب الأشياء عهد أنه الإنسان يمنع نفسه من التوتر. التوتر هي حالة بتصيبنا من غير ما ندرك كثير من أسبابها لنقل. كيف نتعامل مع موضوع التوتر؟ إلى أي مدى ممكن يكون هو سيء أو مضر بصحة الإنسان؟ زي ما حكيت، التوتر إشي كثير له تأثير سلبي على جسمنا وعلى حياتنا. إذا أنا ما قدرت أستوعبه بطريقة صح. هلأ التوتر بشكل عام، كل الدراسات عم تحكي إنه بيأثر سلبا على صحة القلب، صحة جسمنا، من مشاكل صحية. هلأ الدراسات الحديثة أكدت إنه له علاقة كثير قوية بإنه ينهي حياة البني آدم، يعني تؤدي إلى الوفاة إذا أنت ما تعاملت مع التوتر تبعي بشكل. طيب ممكن تشرحي لنا عهد كيف بتتم، يعني كيف ممكن الإنسان يتوفى بسبب توتر؟ يعني شو العملية اللي بيمشي فيها في داخل الجسم حتى يأثر عليه بهاي الطريقة؟ أوكي. هلا التوتر بشكل عام بيأثر على جهاز القلب تبعنا وعلى الاوعيه الدمويه. هلا لما احنا عم نتوتر، احنا بوضع طبيعي جسمنا بصير في عندنا زي ما حكيتي خفقان في القلب كثير، بصير في عندي تعرق، بصير النفس عم بيزيد. هلا لما انا جسمي يتعرض لهذا التوتر القوي، بصير في عندي الاوعيه الدمويه بتشد، فبتتقلص بدل ما ترتاح، فهذا بياثر على عضله القلب. هلا التوتر يا اما انا باخذه بطريقه ايجابيه يا اما باخذه بطريقه سلبيه. هلا الدراسات كثير ثبتت انه اذا انا عم باخذه بطريقه السلبيه وعم بفكر بطريقه اكثر، رده فعل جسمي لا هذا التوتر حتكون سلبية، بأن طريقة تعامله مع هذا التوتر رح يأثر على القلب، رح يأثر على الشرايين، رح يأثر على الجسم بشكل عام، وبالتالي رح يتوفى الشخص. الدراسات أثبتت تخيلي إنه كثير ناس توفوا فعلا، نسمع كثير بجلطات توقف لعضلة القلب من وراء التوتر، بس بالأعلى لوفيات الناس عن طريق الدراسات فتت ان خوفهم الزايد من التوتر او انه يتاثر اكثر من هذا التوتر، يحسبوا حساب التوتر الزايد، نسبه وفاه اعلى. يعني هون احنا بنحكي عن التوتر التراكمي، يعني هل انا بحس حالي اني مثلا متوتره على مدار سنوات كثيره من حياتي، القلق الزايد، شو نوع التوتر اللي احنا بنحكي عنه هون عهد؟ احنا عم نحكي عن التوتر اللي هي الحاله، طبعا التوتر التراكمي بياثر، بس هو فعليا انه انا عايشه حياه التوتر، كل شيء باكل همه، كل شيء عم بفكر فيه، عم بفكر بالمستقبل زياده عن اللزوم، ما عم بعيش اللحظه. الاشخاص اللي اكثر شيء بتعرضوا لهذا التوتر، هلا طبعا اغلبيه العالم بتتعرض لهذا التوتر، بس مثلا الطلاب اللي رايحين عندهم امتحانات كثير مهمه، طلاب الجامعات اللي عندهم تحديد مصير بموضوع حياتهم،
اللي عنده مثلا وظيفه بده يروح يقدمها وبده يهتم انه عم بيقابله انه كثير مهم يعطيه الطريقه الايجابيه او الراي الايجابي له، كل حاله احنا عم نحنا فيها وذر هي بالوضع الحالي او تراكمي انه احنا بدنا ناخذ هذا الشيء باحسن. فكمان مره بنقدر التوتر الكماليه الزايده، الكماليه الزايده يعني هي زي حلقة الكماليه الزايده حمد. يعني انت قصدك البرفكشنست، الاشخاص اللي عندهم فكره مثاليه طبعا. الاشياء اللي عندهم مشكله او طبعا. بتوتروا من اي شيء لم يكن حسب توقعاتهم او حسب ما هم بحبوا او بيأملوا، هذا بسبب انهم نوع من التوتر. طيب تمام، معناته هون احنا اشتركنا عهد بفكره انه كلها عباره عن افكار، الانسان هو من يتحكم بهذا نسبه التوتر الموجوده او بهذه الافكار الموجوده. فخلينا نقول الى اي مدى بيساهم الانسان نفسه بالتفكير السلبي عشان يوصل لهي المرحله من التوتر، وكيف من الممكن ان نؤثر او ان نفكر بشكل عكسي ايضا، وماذا يعني التفكير العكسي؟ اوكي، هلا زي ما زي ما زي ما حكيتي التوتر حاله انا بخلقها. هلا التوتر نوعين، عندنا توتر موجود لانه انا خلقته، لانه انا حسيت بشعور خلقت منه اكشن ولقيت منه تصرف، او التوتر ما في انا علاقه فيه، موجود موجود. هلا التوتر اللي انا خالقته في عندي رده فعل له او تصرف له، هذا التوتر انا بقدر اتحكم فيه. انا عندي الحل، يا اما بطريقه سلبيه يا اما بطريقه ايجابيه. هلا التفكير العكسي هي انا افكر بطريقه مختلفه. على سبيل المثال انا صار في عندي توتر و رده فعل جسمي بهذا التوتر هي عباره عن قلق، قلب، تعرق، تعب، مش عارفه ارتب شمالي، مش عارفه ارتب شمالي. هلا انا عندي حل من الاثنين، يا اما بتصرف عندي تفاقم في القلب، يعني انا رح اتعب، يعني انا رح ما رح يزبط معي هذا الموضوع، بأثر علي سلبي، او انا اخذه بالتفكير العكسي انه انا اعمل قلب هذا عم بيعطيني طاقه لجسمي، عم بحكي جسمي، عم بستعد لهي المسابقه، او التنفس الزايد اعتقد انه انا بدخل اكسجين زياده للجسم حتى ينشط الدوره الدمويه، حتى يغذي دماغي اكثر، حتى اقدر انا اطلع افكار احسن. فطريقه التفكير اللي انا اخذتها هي الطريقه الايجابيه، انه هو هذا التنفس الزايد موجود، بس انا بدل ما انه عم باخده هلا رح ينقطع عندي النفس مش قادر اتنفس، لا باخده انه انا عم زود جسمي بالاكسجين بطريقه زياده، عم بيعطيني دفعه لجسمي بطريقه زياده، عم بيعطيني كميه هرمونات سعاده، هرمونات التوتر الايجابيه بجسمي عم تعطيني كميه احسن، فبصير انا بفكر بطريقه ايجابيه اكثر، بصير كرييتيف اكثر، خلاقه بافكاري، عم بستعد لهذا التحدي بطريقه ايجابيه. فاحنا نقلنا عهد، هلا عشان نكون صريحين، احيانا كثير في ناس بيستخفوا بهاي الافكار، ان كان التنفس، التامل، انه يعني هلا التامل مثلا بالنسبه لكثير اشخاص بده ينقلني من حاله تفكير سلبي لحاله تفكير ايجابي، ما هو في ناس كمان تتقن التفكير السلبي باللي يعني زي ما بتحبي، عرفتي؟ هاي حاله صعب انه الناس تطلع منها، لانه اذا واصل لمرحله من التوتر الكبير جدا، المرحله المرضيه، معناته الموضوع اعمق من مجرد تفكير قادر هو يتحكم فيه. فبالتالي خلينا نحكي الأعراض، إنه هذا الشخص يعاني من مشكلة من التوتر غير مبررة وحالة مرضية أو وصل لحالة مرضية، كيف ممكن نعرف؟ أوكي، هلأ أول إشي لازم أراقب نفسي، لازم أطلع على نفسي. أنا أعراض التوتر اللي أنا حكيتها اللي هي خفقان في القلب، نفسي، تعرق، عم بيزيد عندي ولا كيف؟ عم بصير بفكر بكل حادثة أنا بدي أعملها بطريقة سلبية، أو مثلا عم بحسب لها حساب كثير، عم بفكر فيها كثير،
ولا شو عم بيصير معي. هلأ هذا الإشي لازم أنا أنتبه لحالي. البني آدم الشخص هو حكيم نفسه، إذا أنا ما قدرت أفهم جسمي وأتعرف على جسمي صح ما رح أقدر أعرف يعني أعراضي. أنا مثلا هل يلاحظ هذا السلوك من قبل الآخرين؟ سلوك هذا الفرد أيضا؟ هلأ طبعا إحنا لازم يكون في عندي طبعا الأشخاص اللي حوالي بيكونوا منتبهين لإلي، ولازم يكون في معاي أنا دائما بحكيها الشريك في البيت مع أهل مع أصدقاء مع زوج مع زوجة، لازم يكون في عندي حدا يكون عم بفهم شو أنا حياتي، عم بفهم مجرى حياتي. هلأ كثير مهم إنه إحنا نتعود على ثقافة، وهي في ناس متقنيها بس في كثير مش متقنيها، ثقافة إنه أنا أحكي، إنه أنا أحكي وأعبر عن مشاعري، إنه مش عيب إنه أنا أجي أحكي أنا متوترة أو أنا مثلا في موضوع قلقني، أنا موضوع مثلا مجهد تفكيري، أنا أجي أحكي. لأنه جسمنا في هرمون اسمه هرمون التوتر اللي هو الأوكسيتوسن. هرمون الأوكسيتوسن هو بيفرزه الغدة النخامية بجسمنا نتيجة التوتر، بس بنفس الوقت هذا الهرمون هو مضاد للالتهابات وخصوصا لعضلة القلب. هذا كيف بيزيد؟ بيزيد إذا أنا مثلا حضنت حدا، إذا أنا حكيت مع حدا وحدا خفف علي، أو أنا حكيت مع حدا وخففت عليه قصته. فيعني لما أنا بصير بشارك بالحديث مع أشخاص مختصين مع أهلي أو بساعد ناس، أنا الهرمون الأوكسيتوسين بنفرد عندي بطريقة أحسن، فبزيد من راحة عضلة القلب وراحة الشرايين. جميل. عهد، يمكن من ضمن الأشياء كمان اللي بيعانيها كثير من الأشخاص إنه وجود ناس موترين في أجواء معينة. يعني أحيانا في بيكون أجواء عمل أصلا يعني موترة، أحيانا في أشخاص يتقنوا توتير الآخرين إذا هاي الكلمة صحيحة، يعني إنهم يخلقوا حالة جو متوتر. فكيف ممكن إنه إحنا نجابه هدول الناس؟ لأنه من الواضح إنه في حالة من الراحة لما ببثوا هذا النوع من التوتر، بفكروا إنه هم هلأ خلوا الناس تفكر بطريقة صحيحة. فيعني طريقة التفكير هاي المختلفة عم بتأدي إلى مشاكل بين الناس أحيانا كمان. هلأ بهيك موقف أول إشي أفكر إنه أنا بني آدم شخص كثير مهم وما رح أسمح لأي حدا يأثر علي. شغلة تانية دائما أنا بشرحها لكل المراجعين اللي بيجوا عندي، بعلمهم على تكنيك أنا اتبعته من كثير زمان وكثير فادني، اللي هو أنا أعتبر حالي محطوطة في بابل، في بلون، مش عارف شو نسميها، زي بلون بالضبط. هذا البابل بسمح لمين ما بدي اتحدث انا وياه، بس بوصل لعندي هذا البالون ما بتخطى، اللي هو هون بيجي مشاعري. انا بسمع لكل حدا وبساعد كل حدا وباخذ وبعطي مع كل حدا، بس هذا البالون بياكد انه انا ما باخذ اي شيء شخصي، ما باخذ اي شيء يمسني انا. حدا عنده مثلا جمله بده يحكيها، بده تعليق سلبي بده يحكي اللي بده اياه، بس البالون بيعمل على صده، حائط صد له. وكمان شغله، مش بس الاشخاص مثلا الموجودين بالعمل او اشخاص موجودين مع اصحاب، ممكن تستغربي انه بنفس العائله او بنفس البيت ممكن يكون في اشخاص بحبوا النكد، بحبوا انهم يزيدوا لحظة التوتر. صحيح. فانا بتخلص من عائلتي، ما بتخلص من عائلتي، بس اللي انا بعمله بدي اتاقلم مع الوضع، بتاقلم بعلم حالي على هذا البابل. هذا البابل بيعمل حائط الصد. طيب بصير شوي شوي عهد، بدي استغل الدقيقه، معلش بدي اخليك تكملي، بس بدي اياكي تفوتي ايضا بمبدا انه احنا باجواء ايضا غير طبيعيه، لانه ما معي غير دقيقه. الاجواء اصلا هاي موتره، يعني العالم كله صار متوتر وقلق، مش بس العيله ومش بس البلد. يعني بتحسي انه الاجواء صارت اكبر من فكره انه شخص واحد او فرد؟ 100%. هلا احنا انه اصلا بهذا الظرف وظرف الكورونا والعالم مو عارفه لوين هي واصله، فدائما هذا انا بحكي انه احنا ناخذ موضوع ايجابي، موضوع انه انا ما حدا عم بياثر علي، حتى الظرف ما عم بياثر علي، اخذه بطريقه ايجابيه، بطريقه استغل وقتي اكثر، بطريقه اغذي مخي اكثر،
أشتغل على حالي أنا أكثر وأكون مرتاحة أكثر. هذا الإشي كثير حيقدر يساعدنا في مواجهة أي إشي توتر، وأي دائما أفكر بطريقة إيجابية، التفكير العكسي اللي هو مش كل حدا بفكر فيه، كل حدا بفكر ممكن أنا أتوتر أتضايق أتعب، أنا عم بفكر بطريقة إيجابية كيف هذا الموضوع ممكن يضيف لي ويساعد. يمكن من كثر ما استهلكنا فكرة إيجابية كثير من الناس استهتروا بفكرة إيش يعني إيجابي، وصراحة يعني صار بدنا نلاقي كلمة تانية عشان نقدر نقول للناس شو هو الأشياء اللي رح تنقذ حياتك. أفكارك هي من تنقذ حياتك وتعيشك حياة أنت تريدها، فأعطينا هيك بعض الأفكار والنصائح على أفكار من الممكن أن تكون مشعة بطريقة إيجابية في حياتنا وبتعطي هذا النوع من التأثير. أول إشي إن أنا دائماً أكون شاكرة كل يوم، أحكي أعدد الأشياء اللي أنا شاكرة لها، الأشياء اللي أنا I'm grateful for. فأنا أعدد هذه الأشياء، أتذكر كثير منيح إنه أنا خلقت في هاي الدنيا لسبب، والسبب هذا إنه أنا أعيش حياة أحسن حياة، أطلع أحسن إشي فيي أنا، أستمتع بكل إشي لإلي أنا، مش بس أنا أربط سعادتي والإيجابية تبعتي للمحيط اللي حوالي، أنا أخلق سعادتي وأنا أخلق المحيط اللي أنا بدي إياه، وأطلع على حالي وأطلع على يعني شخصيتي أنا، ما في حدا زيي، ما في حدا يكرر شخص مرتين، هو شخص واحد. نعيش حياتنا لإلنا إن شاء الله إن شاء الله. معلش أنا بدي تسمحي لي إنه انتهى وقتي لليوم. جميل التحدث معك عهد السوداني مدربة صحة، شكرا لوجودك معنا اليوم، صباح الخير.